السيد ليونيد بلجناف السكرتير الاول للجنه المركزيه لحزب الشيوعي وبالرفيق بوميكو عضو المكتب السياسي ووزير الخارجيه و جرى في هذه اللقاءات استعراض للموقف في الشرق الاوسط واود ان اقول ان هناك تلاقي في تقييم الجانبين المصري والسوفيتي بالظروف المحيطة بالموقف والتقاء في الفكر حول الخطوات المقبلة وفي معالجة مسائل العلاقات الثنائية. هناك الإصرار من جانب الاتحاد السوفيتي على استمرار دعم القدرات المصرية بصفة خاصة والعربية في مواجهة الاحتلال الصهيوني المدعم من الإمبريالية حتى يتحقق تصفية هذا العدوان وتحقيق أماني الشعب فلسطين في أن ينال حقوقه المشروعة. شكرا. يا ولد يا ولد يا مكرم افتح الشنطة حطها يلا فيه